خالدون اللي أخي أنتوا روحوا هلأ. ماشي أمرك، تصبح على خير. تلاقي الخير خالدون. خسرت الزلمة الوحيد اللي بوثق فيه يا سومر. هاد الزلمة خانني. ما عاد في المدير يوسف اللي بعتبره مثل أبي. أنا وحيد؟ ما بعرف كيف بدي لاقيك يا أخي. ما عاد في مين يساعدني. هلأ صرت لحالي. سامح أخوك يا سومر، سامح أخوك. أنا ما عاد أقدر. خلص خلصت كل قوتي. أسهل شي مبين هلأ هو الهرب، إني أترك كل شي وراي وأهرب. أخي سومر، سومر لا تنساني وتتخلى عني يا أخي كرم. ماشي ماشي، ما رح أتخلى عنك أبدا يا أخي، هذا وعد.
سومر؟ ما راح أتركك يا سومر، ما راح أتخلى عنك. يعني طلع عندي عيلة، طلع عندي أب وعندي أم وعندي أخ كمان، رح لاقيكن. يا ترى أنا شو كان اسمي؟ الحقير أخذ سنان كمان، أنا بعرفه للجلال، ما رح يتركه بلا ما يقتله. شو يعمل؟ هيك طبعه. هاي مشكلة، إن شاء الله تنتهى على خير. بصراحة الموضوع اللي بتدخل فيه جلال ما بتكون نهايته خير أبداً يا أخي حسني. نحن بأمان هلأ بحارتك مو هيك؟ ما بيقدر يفوت لهون مو؟ برأيي خليه يجرب. واثق؟ طبعا. يا الله، ما شفت زلمة واثق من حاله قد ثقتك بحالك. هالشي بيوترني، خليني أحس انك بتهابه لجلال. لا تخاف يا حسن، رح نلاقي شي طريقة ونحلها، لسه الموضوع بإيدنا. إيه والله. شوفي أخي، عيونك عم تطلع وكأنك خايف. شو ما توقعتك خايف لهالدرجة؟ إيه، هالحرب مو سهلة، الحرب مع جلال بتخوف يلي ما بيخاف. هذا هو. حلو حلو، هذا قصدي. لازم تخاف يا أخي، يعني لازم يكون الكل حذرين بهالوقت. تعال يا حسن هون. أهلا وسهلا بابا شرف. أهلين فيك ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو وينه صاحبي؟ المعلم مدحت هو اللي كان يحلق لي. ايه بابا، قال لي معلمي اعتذر منك، مبارح مرضت مرته ونقلوها على المشفى بسرعة، بس إذا بدك أنا بحلق لك إذا ما عندك مشكلة. ايه ما عندي مشكلة. يا حسني الأصفر، يعني عم فكر زبط دقني أنا بالأول، شو رأيك؟ أنا ما بحب استنى على الدور عند الحلاق أبداً، خليني أروح أشرب لي كأسة شاي وبرجع بس تخلص. يا حسن. إيه؟ خد وقتك وتمشى على أقل من مهلك، ما بصير مشاكل عنا بالحارة. إيه ماشي. شو عم يصير؟ جيب السيارة بسرعة. هربوا هربوا هربوا. تعال بابا معي، تعال.
تعال هون. لوين حسني الكلب؟ لوين؟ تعال يا أصفر، نحن ناطرينك من زمان. أصحك تتسرع، رجالي بكل مكان، ما رح تطلع عايش من هاي الحارة. هاي مشكلتي مو؟ اللي حابب تموت؟ معناتها بتعمل اللي بقول لك اياه بالحرف. زيد مرني اخي. طلع نادي لرجاله. حاضر. تعالوا يا شباب، بابا حسني طلبكم لعنده. خود الدولك. أعطيني بلال، أعطيني. خود هات. مين هدول العالم؟ إذا بتعمل أي حركة غلط رح أوصك. يلا تعال بابا حسني. لك كيف تعمل هيك مع بابا؟ وقف يا بلال، هدي شوي هدي شوي. يلا قول مين هذاك المحامي. ما عم افهم شو عم تحكي. بكفي لا عاد تكذب، لانه سنان حكى لنا كل شيء. يا بتقلي مين هو المحامي يا بوصك براسك هلا. يلا قول انه ما بتعرف. يلا احكي شيء سخيف لاوصك براسك. يلا تمام تمام، راح خبرك كل شيء بدك تعرفه. برافو عليك، طلعت شاطر. شفت؟ بلال أنا رايح لعند المحامي، إذا احتاج الدعم بحاكيك. تمام. خدوه على مستودع داود. مشي لعيونك كرم. يسلم. أنا آسف كتير يا بابا جلال، بس مضطر إني أعمل هيك. يعني لازم أعرف إذا كان في شي بينك وبين قصي. خبرني يا كرم، شو آخر الأخبار عندك؟ العملية نجحت. معناتها أنت قدرت تأخذ حسني من نص حارته. برافو عليك، برافو. أنا بطريقي لعند المحامي. حلو كتير. يا بياع الكباب كيفك؟ ذكرتني شي يا جلال، أنا قصي اللي أخذ طفلين مني. لك كيف هيك؟ هذا الزلمة لسه عايش؟ مستحيل هالشي. بابا شو القصة؟ في شي مشكلة؟ ما قدر كرم يحل الموضوع؟
ما راح يهدالي بال إلا لأتلك وخلص عليك يا جلال. كون واثق أنك راح تدفع ثمن أفعالك وكل اللي عملته بالماضي. خلينا نلتقي مين ما كنت تكون يا أستاذ لنعرف شو هي مشكلتك بالضبط. ما كان في ولا خيار تاني. وينك؟ قلقت عليك؟ ما طمنتني شو صار؟ يلا خبرني لشوف. هلأ رح خبرك بكل شيء. يلا فوتي قعدي. يلا يلا كمان ما رح أقدر أقول لمجد يشوف لي هالرقم. يعني بلكي عن جد طلع قصي عايش، بلكي ما كان هالكلب مات. يا الله كتير فرحتني، معناتها هيك طلع في حدا بيعرف عيلتك. شايفة على هالقصة؟ ورح تقدر تلاقي لقصي؟ بصراحة هلأ صعب، لأني ببساطة ما بعرف شو هي كنيته، حتى ما عندي خيار غير اني استنى هو يتصل فيني. مجد اللي بعرفه رح يقعد وما رح يساوي شيء؟ مستحيل، ما انا ظابطه. يعني برايك انا عم اكذب؟ شو شبك بتكون عم تكذب لتبعدني عن الموضوع، مو هيك؟ المهم انه انت تضلك بعيده، لاني مو حابب عرضك للخطر. وانت يعني حضرتك مو بخطر هلأ؟ إنه مع هداك الزلمة يعني؟ لا، بقصد الشغلة الوحيدة اللي بيقدر يبتزني فيها ويغلبني هي أنت. أكيد أنت بتعرف أنك مانك وحيد هلأ. يا حلو، ما فيك تتصرف على كيفك؟ قلتي لي حلو؟ الشعور هاد كتير حلو. بقصد يكون عندك شخص بخاف عليكي لهالدرجة. وأنا بقصد بكلامي عيلتك، أساساً أنا شو دخلني؟ حلو، في مجال نعرف يا حضرة الصحفية ليش عم تضغطي علي؟ جوعانة يعني؟ Thank you.
مجد، معناها هذا أنت. لازم تفكر بخطة جديدة لتنتصر من دون ما حدا يشوفك يا قصي. كملي حبيبتي، لا تركيهن. ما عندي أقدر، شبعت. عفوا. قالوا نعم. طمني كيفك يا ابني؟ منيح. شو الأخبار عندك؟ طمني إن شاء الله كل شيء تمام؟ صارنا زمان كتير ما التقينا يا مجد. خير؟ اللي صاير شيء؟ أنت ما بتتصل بدون سبب. لا يا ابني، اشتقت لك. بعدين يعني ممنوع نطمن عنك إذا ما بدنا شيء منك؟ طبعا فيك تطمن، أنا منيح. شكرا لسؤالك، بس أنا مو متعود إنك تتصل وتطمن عني بدون سبب. فيك تفهمني ليش عم تحكي هيك يا ابني؟ اللي صاير شي ما بعرفه. لا مو صاير شي، أنا مضطر إني سكر هلأ. طبعا لما حسيت بالخطر صرت تطمن، استناني لأعرف شو رح يطلع من هالموضوع. شو القصة من جد؟ سكرت الموبايل ولسه عم تحكي مع حالك؟ هالشغل دبحني، وجع راس بوجع راس. أوف يا، دايما تليفونات ومسجات. شو أعمل؟ بعتي لي رسالة من الشغل. ما قلت لي أنت قصي ولا حدا تاني؟ قلت لك خلينا نلتقي. معناتها قابلني على المفرق الأول بغابة بلغراد بعد ساعة. تمام، خلصت. هلأ صرت معك. استاذ، نسيت مفتاح السيارة. شكرا لك. وهلا خلينا نشوف لوين رايح حضرته. مرحبا، لو سمحتي المدام فاضية؟ في بيناتنا موعد. تفضل استاذ، هي فاضية.
شكرا لك. مين بتكون هي المرأة؟ ست ليلى، أنا زعلتك كتير، بتمنى تسامحيني. ولا يهمك، أنت عملت اللي عليك. صدقيني ما كنت حابب يصير هيك، عملت يلي بقدر عليه. فيك تقولي يلي بدك إياه. ما بعرف كيف جلال قدر ينفذ من اللي خططنا له. بصراحة يا مدام ما توقعت يصير هيك معنا. ما كنا متوقعين يوقع بهالسهولة. يعني لو هو عدو سهل لهالدرجة كان زوجي هلأ عايش. يا مدام الشغل معك بعد السيد تحسين شرف إلي وبفتخر فيه. معناتها منكمل خطتنا؟ لهلأ ما فهمت مين هي. هاد المحامي؟ ضروري أعرف مين بيكونوا. شو وين متخبي طلع؟ يلا فرجيني حالك. بابا جلال؟ مجد؟ انت شو عم تعمل هون يا ابني؟ وصلتني رسالة. قصي بعت لي رسالة وقال لي قابله بهالمكان. كيف يعني؟ ليكون بعت لك نفس الرسالة إلك كمان. مزبوط. شف لي لمين هذا الرقم يا مجد. دور على صاحب هذا الرقم وجيبه. أنا دغري حاولت أعرف لمين، بس هو لغال الرقم بعد ما بعت الرسالة. طيب اسم مين كان مسجل؟ اسم مين برأيك؟ لا تلعب معي يا مجد، لأني أنا كتير معصب هلأ. بابا أكيد مشتري بهوية مزورة، ما بدها زكاة. أكيد في خدعة بهذا الموضوع. أنا فرجي للحقير اللي بعت الرسالة، كون متأكد أنه رح يدفع الثمن. بابا بهالموضوع ما في خدعة. شو قصدك باللي عم تقوله؟ أنا شفته لقصي، هو عايش. أنت عم تحكي عن جد يا مجد؟ طبعاً، وانكسرت إيدي وأنا عم إلحقه. صدفته بالشارع، يعني حاولت أني أمسكه بس قدر يهرب مني.
وبعدها وصلتني هاي الرسالة. وانت هلا عم تحكي هاد الحكي؟ فهمني ليش ما خبرتني فورا؟ ليش معصب؟ ما فهمت. انا كنت رح جيبه لعندك بالاساس. هلا قلي، صحت لك شي فرصة تحكي مع قصي؟ ايه، حكاني على التليفون وانا بميز صوته من الف صوت. ايه، خبرني انتو شو حكيتو؟ حكى شغلات ما أنا مفهومة إلي، يعني كل حديثه كان عن الانتقام منك. قلت الانتقام مني أنا؟ شو يعني؟ ليش هو شو له شغل معي؟ والله بصراحة يا بابا، أنت اللي رح تقول هذا الشيء. يعني أنت عم تقول إنك ما بتعرف قصي، الزلم اللي ما بتعرفه بده ينتقم منك، فيك تقلي شو قصده من هالحكي؟ واحد حقير عم يكذب، عم يتحايل علينا. هو بيعرفنا، مشكلته غير هيك. شو قصده بالانتقام؟ شو مشكلته لكام؟ أنا شو عرفني شو مشكلته؟ ما تتذكر مشكلة الطالب؟ أكيد هو قصده بخصوص هذا الموضوع، ما في أي تفسير تاني. بابا بكفي بقى، أنت عم تقول قصي بيعرفنا وأنا عم قلك شافني، ما حكى أي شيء بخصوص شغلي كشرطي، حتى ما قال لي أنت بتشتغل مع جلال. عم يقول انتقام وما عم يقول شيء تاني. واحد حقير، واضح أنه عم يحاول يخرب علاقتنا مع بعضنا. ليش؟ مشان يفرقنا عن بعض. ليش؟ لأنه أنا أخذتكم منه يا ابني، وما في غير هذا السبب. يعني حتى ما بعرف إذا هو عايش أو ميت. أكيد هذا الزلمة بده مني مصاري. لك مو كل شي تحطه بظهر المصاري؟ مو قلت لي إنه عم يحاول يفرق بيناتنا؟ طيب شو مصلحته من هالشي؟ أنا شو عرفني شو مصلحته؟ شو شايفني من الجيم؟ بابا اسمعني، إذا كنت مخبي شي عن ملك وعني فقلي، أحسن ما أسمعه من غيرك. لا جنني مجد، لو بعرف كنت قلت لكم لهيك لا تخبص. بابا ولك ابني، يعني بفهم إنك عم تقول عن أبوك كذاب؟ أنا ما عم أقول كذاب، عم أقول إذا في شيء أنا ما بعرفه هلأ أقوله. ولك اسمعني منيح، اسمع شو رح أقول. ليكون هذا قصي حكالك شيء وأنت عم تتزاكى علي، ولك لا تكون عم تستدرج أبوك بالحكي، ولك أوعى تكون جاي وعم تضحك علي يا مجد. لك يعني شو بده يقلي قصي؟ أه؟ حتى ما صحت لي فرصة أسأله إذا عندي عيلة. ولك ليش أنت ما عندك عيلة هلأ؟ بلا، عندي، عندي أب دائماً عم يعيط علي، عندي أب عم يلومني لأني عم أسأل عن الماضي تبعي. مجد ابني وقف، لوين رايح؟ مجد لك ابني، هالأشخاص اللي عندنا معلومات عنه سيدي، بالعمر اللي حكيت عنه حضرتك. طيب يا موسى، شكرا. سيدي بتأمر بأي شيء تاني؟ حضرة المدير، لو بتخبرني بشو عم تفكر لأني حابب ساعدك. تمام يا موسى، فيك تطلع. أمرك سيدي. بالملف الموجود على مكتبك في معلومات بتخص الأشخاص اللي بالصور، أسماءهم وتواريخ ميلادهم. ما في ولا تاريخ ميلاد منهم، مثل تاريخ ميلاد سومر. سومر مو عن جلال. انت بتعرف منيح شو لازم تعمل يا يوسف، لا تأجل اكثر. مرحبا يا شباب. أهلين. أهلين. لو إنك ما أجيت يا مجد. قلت لحالي بيجي بغير جو.
عن جد نيالة، يعني انكشفنا معقول؟ يعني شوي. بصراحة المحظوظ الوحيد هو أنا، بس بالوقت اللي بيكسب فيه الواحد شي بيخسر شغلات تانية. ما توقعت أنك رومانسي لهالدرجة حضرة المفتش. والله وأنا ما كنت بعرف يا سما. مين؟ نحن منعرفها؟ أنت كأنه بلشتي تمرضي بمرض التحقيق؟ مين؟ بتحفظ على الجواب. سليم. نعم. بدي أطلب منك طلب. طبعاً، قلي. أنا مو عطيتك رقم لحتى تتحرى عنه هداك اليوم؟ إيه مزبوط مبلا. وين كان موجود هذا الرقم بآخر هذا الشهر؟ نقدر نعرف هذا الشيء؟ أكيد طبعاً. وبهمني أعرف أكثر الأماكن المتواجد فيها. شغلة بسيطة. بتشكرك. ليش خطر لك هالموضوع؟ ما في سبب. عم فكر إنه السفر ممكن يكون مفيد. معناتها بعد ما خلصت حكيك إجا دوري يهددك. مرتك الحلوة ريم هي هلأ موجودة بمحل بشي مول وعم تتسوق، وكمان ابنك مصطفى بهالوقت بيكون شوفيرك عم ياخده من المدرسة إذا ماني غلطان. بنتك بالتبني المحامي الآنسي ملك. أنا بعرف مو وقت أسئلتي، بس بتمنى إنك تطلعي بهي الصورة مرة تانية، شوفيها منيح بعد إذنك. زوج فتون بعتقد راحوا على بلاط. راحوا على بلاط. طيب بتعرفي عنوان بيتهم أو أي شيء عنهم يا أختي؟ رأيك؟ حلو كتير. جبته للخالفتهم.